ورجعنا لكم تاني اعزائنا المشاهدين مع فقراتنا المتنوعه النهارده والسهره الممتده. احنا مسهرينكم معانا بقى ان شاء الله، وانا عارف ان انتوا حابين الكلام ده. ومعانا مطرب جميل صوته حلو قوي، المطرب مصطفى السيد، اهلا بيك، شرفتنا ونورتنا. يا رب امين يا رب ان شاء الله يا رب امين. ومعانا الاستاذ الملحن العوادي الجميل علي شاهين، اهلا بيك، اهلا معنا، شرفتنا ونورتنا. طيب وانت طيب وبخير يا رب. طيب مصطفى، انت الاول برج ايه؟ الدلو. كام؟ 8/2. 8/2. طب ايه، نقول الدلو الاول قبل ما نسال الاستاذ علي. انت اهم حاجه بتجوز ولا لسه؟ اه اتجوز. طيب كويس، عشان هم ليهم جواز السنه اللي جايه. طب كويس، هيتجوز تاني ولا لا؟ لا خلاص الامان. بص ده عمل كده ده. والله احنا بنهدي النفوس يا مدام. الدرب السنه اللي فاتت كانت سنه صعبه وقاسيه عليه، بس هو داخل سنه 2019 بيقول هنجح، يعني هنجح، عنده اصرار وعزيمه في 2019 انه يغير كل حاجه، اللي ما عرفش يحققها في 2018 هيحققها في 2019. اللي عنده اراده، عزيمه، صبر، قوه اراده جميله جدا، برج الدلو هو اللي هيكسب حظ 2019. تمام. عندك سفر، في سفر كمان، في سفر عندك كمان، مش عارفه ظهر عندك ولا لسه؟ هو انا حابب الموضوع، يعني هي في الفكره في دماغي ظهرت في 2018 فكره السفر. دي ممكن تتنفس في 2019، السفر للدلو. يا مستحيل. ان شاء الله. الاستاذ علي، انت مواليد كام؟ 29/6. ده ايه؟ ده السرطان، برج السرطان. معظم السرطان بيبقوا فنانين على فكره. هو فنان، عندهم الحس المرهف، عشان هم ناس حساسه جدا. وعندهم الحساسه بتبقى قويه جدا. برج السرطان يعني ليه شهرين ثلاثة كده في حالة عكوسات ولخبطة في حياته، وحاسس إن الدنيا ضغوط عليه والدنيا خانقاه، وفي موضوع الأهل والأقارب ضاغطين عليه كتير، عايزينه ينجح فيه، أو أنت في موضوع تعبان فيه لك فترة طويلة وعايز تنجح فيه، ومصر على النجاح بتاعه، ويعني النجاح بتاعه هيظهر ممكن نقول في نص السنة، في نص 2019 نجاح الموضوع. في معانا مداخلة. معانا الأستاذ شريف من الإسماعيلية. مساء الخير يا باشا. أهلا بيك يا أستاذ شريف. إزي حضرتك؟ معلش إحنا آسفين على التأخير. أنا بقالي ساعة إلا ربع على التليفون، بس مش مشكلة، كل سنة وأنت طيب. معلش يا حبيب قلبي وأنت طيب. الأستاذ سامح صح كده؟ أيوة يا فندم، معاك على الهواء. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب وبخير. أبو شريف. أهلا يا أبو شريف. اهلا بشريف، ربنا يخلي لك شريف يا رب. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب والاسره الكريمه جميعا بخير. يا باشا حضرتك انت منور الشاشه بصراحه، وكل سنه وحضرتك طيب، وسنه سعيده عليك وعلينا وعلى جميع امه محمد يا رب. يا رب اللهم امين يا رب، اللهم امين. انا ليا بس ثلاث اسئله عند حضرتك بس، والنبي المدام ترد لي عليهم بعد اذنك. حاضر. الابراج. اتفضل. 4/7/75، ادي اول مدام. تمام. وتاني مدام 20/9/79. لا ثواني. انت ثواني، دي اول مدام. اول مدام. والتانيه برضو المدام. والتانيه المدام. في ثالثه ولا ايه؟ والثالثه المدام. 1/10/71. انت بتتكلم جد ولا بتهرج؟ والله. يعني انت متجوز ثلاثه؟ ايوه بيه. ما شاء الله. وعلى فكره في الرابعه في 2019 شكلها كده. لا ما فيش، عشان برج الميزان. انا برج الميزان. انت برج الميزان. يعني معتدل. انت معتدل سامح، انت برج الاسد. الاسد والميزان بيتوافقوا مع بعض جدا على فكره. نعم، عشان كده انت حبيبي، وفيك شكل مني وانا فيها شكل من حضرتك. حبيبي ليا الشرف حبيبي. كل سنه وانت طيب. بس شكلا بس، مش صفاتا يعني. ما لا مش مسألة ثلاثة يعني. انت احلى كل حاجة عندي حبيبي. الله يعزك يا رب. معلش قول لنا تاني، قول لنا هم. انا عايز اسألك سؤال والله بجد. اتفضل. يعني ثلاث مدامات، يعني زي الحاج متولي كده، انت معادهم في عمارة كل واحدة في شقة ولا ايه؟ كل واحدة في شقة. كل واحدة في شقة. عمارة واحدة. في عمارة واحدة. الدكتور سعيد عارف القصة بتاعتي. الايه؟ الدكتور سعيد حساسين عارف البرنامج بتاع القصة بتاعتي. بجد والله؟ والله، عشان انا من متابع حضراتكم كل يوم يعني.
ما شاء هو الله. ميزان 9 ولا 10؟ بس انا انا كلمت لحضرتك في 2018. ايه يا ريس؟ انا اللي كلمت حضرتك في 2018، قلت لازم اكلمك في 2019. ربنا يخليك يا ريس، ربنا يخليك، ربنا الله يخليك. يديك الصحة. طيب انت خلاص ميزان، عارف انت ميزان 9 ولا 10 يا ابو شريف؟ هي حضرتك المدام اللي عند حضرتك قالت لي معايا يا استاذ سامح، المدام اللي عند حضرتك قالت لي انت مستني فلوس كتير وتجيب لنا الهدايا. قالت لك انت؟ قلت لها هجيب لك عربيه مرسيدس هديه رقم واحد. ايه يا ريس انا عايز اسمعك انت لو سمحت. ايه يا ريس تاني؟ المدام اللي عند حضرتك لما جيت انا قلت لها انا 26/9/76، قالت لي ايه انت جاي لك فلوس في السنه الجديده. هو انت الحاج سيد؟ كتيرة. يبقى انت الحاج سيد. الحاج سيد؟ الحاج فوزي. الحاج فوزي. الحاج فوزي. الحاج فوزي وابو شريف ما شاء الله الله اكبر. طيب يا قول لنا كده من الاول. ما هو انا كلمتك في 2018 الحاج فوزي. طبعت في اخر 2018 وبتطبع في اول 2019. ابو شريف في 2019. تمام. ومتفاجئنا في 2019 بالثلاث مدامات. بس فعلا حقيقه الكلام حقيقه مظبوط فعلا قسما بالله. طب يا رب ربنا يرزقك كمان وكمان. نشوف العربيه المرسيدس. انت عندك كم عندك كم ولد وبنت؟ لا ما عنديش بنات، عندي 6 صبيان من كل واحده معاها عيلين. الله اكبر الله اكبر، ربنا يخليهم لك يا رب. عزوه عزوه حلوه. الكتر عزوه يا باشا. الكتر عزوه. انت كنت وحيد ولا ايه؟ سامح برضه مسمي سامح. مسمي سامح؟ ما شاء الله. ده الله يخليك يا باشا. هو النبي حافظ على سامح والنبي كويس. عينيا ده سامح ده في قلبي يا باشا، زي ما الدكتور سعيد حساسين في دمي سامح في قلبي. حبيبي هم الثلاثه بقى من بلد واحده اللي انت متجوزهم ولا ايه؟ لا حضرتك من محله اسماعيليه روسيا. ايه ايه؟ روسيا. والله انت عسل. من محله والاسماعيليه وروسيا. ايوه بيه. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ما انا اصلا من الغربيه. وانت اصلا من الغربيه؟ مزرعتي في اسماعيليه. ما شاء الله. انت وعشان كده بسافر بره مصر، ليا شغل بره مصر. انترناشونال انت يا حاج سعيد. حبيبي يا باشا، حبيبي يا باشا. انت خلاص خدت التواريخ؟ خلاص بتاعت الثلاث ابراج؟ خدتيهم. طيب اسمعنا بقى يا حاج سعيد. حبيبي طيب معانا مداخلة تانية، احفظي بقى. معانا مداخلة تانية. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامع. اهلا ممكن تعالي صوت سيادتك بس شوية؟ لو سمحت انا 12/7. اسم حضرتك؟ اسمي رضا. استاذ رضا. اهلا بيك. محاور الشيخ. اهلا بيك. مواليد كام يا ريس؟ 12/7. ايوه حاضر. وبنتي 13/7. 13 ده 7 مين؟ بنت صغيره. بنتك ربنا يخليها لك يا رب. الله يخليك. وابني 9/6 وابن تاني 4/7. 9/6 و4/7. استاذ رضا. والمدام 14/3. انت متضايق منها ولا حاجة؟ والمدام 14/3. 14/3. تمام. طيب. ماشي يا أستاذ محمد، حاضر. تابعنا إن شاء الله. المدام عنده برج الحوت وهو برج السرطان. طب نبتدي طيب بس بالأستاذ محمد ونرجع للحاج سيد عشان ما يزعلش مننا. نبتدي بالأستاذ محمد آخر حاجة. أستاذ رضا. استاذ رضا بقى 12/7 برج السرطان، المدام عنده برج الحوت، ما شاء الله التوافق بينهم حلو، ولو في اي اختلافات في وجهات النظر انا بقول عليهم ما بين البرجين دول الفلفل والشطه بتاعه العلاقه يعني العادي، اختلافات فرعيه مش جذريه. عنده بنته برج السرطان 13/7 وعنده حد تاني ابنه 4/7 السرطان. المختلف عنهم بقى الواخد كيرف مع نفسه 9/6 برج الجوزاء اللي هو ابن من الابناء. يعني برج الجوزاء ده الوحيد اللي ممكن نقول تفكيره مختلف خالص عن كل افراد الاسره. كلهم ابراج مائيه الا هو ابراج هوائيه، فهو ده اللي ممكن يكون تعبهم شويه 9/6. عنيد، ما بيسمعش الكلام بسرعه، هو اخد باله ان هم في جنب وهو في جنب تاني خالص. فانت خلي بالك من 9/6 وشد عليه شويه.
انما في هارموني بينهم كلهم طبعا. كلهم ابراج مائيه، الابراج المائيه على طول بتبقى ابراج مش حاسه بالامان، فبيحسوا بالامان لبعض سواء حوت عقرب سرطان، فتلاقيهم منسجمين على طول في كورنا كده، تلاقيهم مع بعض سواء اصدقاء اصحاب قرايب ازواج، تحسهم هما الاثنين بيوصلوا الاحساس الامان لبعض. فدي حاجه حلوه. غير ان السنه الجايه ان شاء الله يعني البرج الحوت وبرج سرطان الحوت عنده ازمه ماديه كبيره، فبيحاول يزود دخله، فانا يا ريت يكون عندك عزيمه واصرار انك تزود دخلك بانك انت تعمل مشروع او تشتغل حاجه ثانيه. برج السرطان، لا هو برج السرطان ما دام عنده الحوت صح، برج السرطان زي ما قلنا الدنيا ملخبطه معاه الفتره اللي فاتت دي، وعنده عقوسات كتير والناس فاهمه غلط، وعنده ضغوط، عايز ينجح في هدف قدامه عايز ينجح فيه. فانت يا استاذ رضا عندك هدف وعندك موضوع عايز تنجح فيه وتعبت فيه فتره طويله، وان شاء الله النتيجه بتاعته هتبقى حلوه في 2019. طيب معانا تليفون تاني. الو. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. طيب وحضرتك طيبه وبخير. الاستاذه ايمان معانا. اهلا بيك يا استاذه ايمان. اهلا بحضرتك واهلا بكل ضيوفك. اهلا بيك. حضرتك منين؟ من الوادي الجديد. من الوادي الجديد، اهلا بيك وبكل اهل الوادي الجديد. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وانت طيب جميعا. علي صوتك يا استاذه ايمان شويه بعد اذنك. كده كويس؟ ايوه. بقول لحضرتك كل سنه وانتم طيبين وجميع العاملين بالقناه، ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا. اللهم امين يا رب. علينا وعلى مصر كلها يا رب. امين. وكنت عايزه اسال على برج الميزان. ايوه. والقوس. الميزان كام؟ و 13 12 برج بنتي، عايزه اسال على الصحه. القوس تاريخ ميلادك انت يا مدام ايمان؟ لا تاريخ ميلادي. انت الميزان؟ علي صوتك يا استاذه ايمان بس عشان نسمعك كويس. ميزان 9 ولا 10؟ 15 10. 15. وبنتك القوس؟ لا بنتي 13 12. ايوه القوس. هي متزوجه بنتك؟ لا دي صغيره بس هي عندها ظروف صحيه. ربنا ربنا يشفيها لك يا رب. تمام. تابعينا استاذه ايمان. حاضر، عينينا الاثنين. معانا الاستاذ محمود من بني سويف. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم كل سنه ومصر طيبه، ويا رب دايما كده تعود الايام بخير على مصر، ونشوفها دايما متقدمه مزدهره متطوره، عامل البناء وعامل التنميه، ويا رب كده يصلح حال الامه كلها والعالم العربي والاسلامي، ومصر مسلم ومسيحي دايما ايد واحده، ويا رب دايما الخير بالجميع يا رب. يا رب ان شاء الله. اللهم امين. تاريخ ميلادي 5/2/87. 5/2 87. حضرتك عايز تستفسر عن برج تاني؟ تسلم يا فندم، يا رب يخليك. شكرا يا فندم، الف شكر يا فندم، الف شكر. عيدي بس الاسماء بس عشان معانا على طول. في حد التليفون تاني؟ معانا الاستاذ حسن من القاهره. الو. 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 اهلا بيك يا استاذ حسن. الو. استاذ حسن اقفل صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون. قفلته كده تمام. اهلا بيك يا استاذ حسن. اهلا وسهلا. كل سنه وعك طيب. وانت بالصحه والسلامه. 22/9. 22/9. ده تاريخ ميلادك انت؟ ومدام 1/9. والولد 1/9. 1/9. وبنت 26/5. 26/5. 26/5 البونبونات بتاعتكم يا استاذ حسن. فعلا. صح؟ هي اللي فك الروتين والملل والطاقة السلبية اللي عندكم. كلكم شهر 9. لا بص بيقول لك والزهق كله. ايوه كله. البونبونات بتاعتهم بتتغير. يا رب تبقى ايامكم كلها سعيده وفنا يا رب. الله يخليكم سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. طيب. نبدا بحسن اخر واحد. معانا الاستاذ ايمن من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذنا عامل ايه؟ اهلا بيك يا استاذ ايمن، اهلا بيك.
انا عايز اسال حضرتك، هي الابراج دي حلال ولا حرام؟ تمام، سؤال تاني. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، سيبوه يا جماعه يعني، لو ايوه عايز سيبوه الخط قطع من عن، يا ريت تكلمنا تاني بعد اذنك. وهجاوبك. معانا الاستاذ محمود من القاهره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز بس اسال على برج، البرج بتاعك كل سنه وانتم طيبين الاول. وحضرتك طيب وبخير. انا كنت عايز اسال البرج بتاعي، انا مواليد 3/1 وبنتي 14/8 ايوه 17/27/8 دي مراتي يعني. تمام، في استفسار يا استاذ النجريت؟ في استفسار يا استاذ النجريت عن حاجه؟ انت عندك مشاكل مع المدام الفتره دي كتيره يا استاذ محمود، صح؟ سامعني؟ معانا استاذ محمود؟ لا، ما فيش مشاكل يعني، عادي يعني. يعني اتحلت المشاكل؟ اتحلت الحمد لله. الحمد لله. طيب انا عايزاك بس تستحملها شويه الفتره اللي جايه، عشان هي حالتها النفسيه والطاقه السلبيه عندها مش حلوه، يعني استحملها شويه. انت اللي عندك طاقه ايجابيه حلوه اللي تستحمل بيها المدام الفتره اللي جايه. تمام. طب وبنتي؟ بنتك سنها كام سنه؟ لسه ما كملتش 5 شهور يعني. ما شاء الله، انت بتحبها جدا. انت برج الجدي وبنتك برج الاسد، وبرج الجدي بيحب برج الاسد جدا. فخلي بالك الحب بتاعك الحب الزياده عن اللزوم لبرج الاسد، خاصه انت برج الجدي، مش هينفع. لازم يبقى في شده شويه لبرج الاسد، مش كل طلباته تكون مجابه في الطفل بالذات. طيب تمام. طيب هناخد بس يا جماعة بعد إذنكم يعني المكالمة دي ونفصل شوية مكالمات. أنا عارف إن في ضغط مكالمات كتير في الكنترول، عشان بس يعني إحنا رحبنا يا دوب بضيوفنا وما سمعناش منهم أي حاجة. معانا الأستاذ حسب الله من أسيوط. السلام عليكم أستاذ سامح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب وبخير. ممكن أشوف برجي؟ اتفضل يا فندم. 25/6/80 25/6. متزوج يا استاذ حسب الله؟ اه. طب المدام تاريخ ميلادها كام؟ 5/1/82. تمام. اي استفسار تاني؟ شكرا. الف شكر يا فندم، الف شكر. طيب نبدا باخر واحد استاذ حسب الله، هو 25/6 برج الجوزاء. المدام عنده برج الجدي. برج الجوزاء زي ما قلت هو بيحب شخصيه برج الجدي وبيبقى ضعيف قدامه. مش هننكر يا استاذ حسب الله ان المدام برضو كبرج الجدي كان عندك مشاكل كتير معاها السنه اللي فاتت، وكان في ابراج معرضه للانفصال السنه اللي فاتت كتير، كان منهم مواليد برج الجدي. وكنت بنصحهم انتوا بس لو عديتوا سنه 2018 من غير انفصال هتكمل العلاقه على طول. فالحمد لله ان الاستاذ حسب الله العلاقه يعني معناها ما زالت موجوده. برج الجدي السنه اللي جايه بالنسبه له سنه احسن بكتير من 2018، هيبدا فيها بذور امل هتظهر له. هو عنده طاقه مكبوته ليها 3 سنين برج الجدي، عايزه تظهر، عايز فرصه عشان خاطر تظهر. هيشوف ناس جديده برج الجدي في 2019، والناس دول هيبقوا شبهه، في طرق جديده هيدخل فيها، هيعرف ناس جديده، هيديله مدارك ومعارف جديده. اما الاستاذ حسب الله برج الجوزاء، برج الجوزاء برضو يعني سنة 2018 كانت قاسية عليهم، 2019 هتبقى نفس الرينج. بس أنا عايزاك يا أستاذ حسب الله تقوي العلاقة الزوجية قوي في 2019، عشان برضو برج الجوزاء من الأبراج اللي هيبقى عندهم مشاكل في العلاقة الأسرية. فأنا دي بنصحك من دلوقتي، وبنصح أي حد برج الجوزاء إن يقوي العلاقة بتاعتهم، عشان هتبقى في عاصفة شديدة في العلاقات الأسرية والعلاقات العاطفية اللي هتهزهم هزة كبيرة، يعدوا 2019 والعلاقة هتبقى قوية بعد كده.
ده الاستاذ حسب الله. بعد كده المدام ايمان الميزان من وادي الجديد الميزان، ومعاها بنتها القوس. علاقه الميزان والقوس علاقه جميله جدا، القوس بيحب الميزان، علاقه صداقه. شخصيه الميزان الفتره دي في حد في العيله عندك انت زعلانه منه، واخده جنب وشايله في نفسك قوي منه، عشان خاطر هو ان هو اهانك او ان هو ايه اتعامل معاك باسلوب مش كويس. انا عايزاك تفصلي شويه من الشخصيات اللي ممكن تاذيك او تضايقك الفتره دي، عشان انت بدات صفحه جديده مع ناس جدد. يا ريت تطلعي طاقتك الحلوه مع الناس الجديده والناس القديمه، حد كويس كملي معهم، حد مش كويس ابعد عنهم خالص. هنقول في الاستاذ محمود 5-2 برج الدلو. زي ما قلنا برج الدلو من شويه ان برج الدلو سنه 2018 كانت قاسيه عليه، بس هو عنده اصرار، وعند 2019 تبقى سنه ناجحه ليه. اللي مش مرتبط او ما قدرش يتزوج او يبقى عنده علاقه في 2018 هيكون عنده علاقه في 2019 لو انت كان عندك اراده وعزيمه للموضوع ده. عندهم سفر، عندهم حياة جديدة، وعندهم ناس جدد برضو في 2019 هيتعرفوا عليهم. بعد كده ممكن نقول تاني الأستاذ حسن، أستاذ حسن القاهرة 22/9، ده ما بين العذراء والأسد، ومعه مراته 1/9 وواحد وبنت 1/9. لما قلنا 26/5 البونبوناية بتاعتهم، ما شاء الله، هم الحالة بتاعت شهر 9 الفترة دي عندهم حالة إحباط وكآبة شوية، مواليد شهر 9 سواء كانوا العذراء أو الميزان داخلين العذراء. فأنا بنصحه أنهم يخرجوا شوية من المود اللي هم فيه وحالة القلق والخوف، على طول بيخافوا من المستقبل شهر 9، فيبعدوا عن القلق والخوف ويتعاملوا مع الأبراج اللي عندها باور الفترة دي. عندها باور، القوس بيبقى عنده باور، الحمل عنده باور، الأسد، دول أبراج اللي يقدروا يشدوا الأبراج الترابية من أي طاقة سلبية موجودة عندهم. مين تاني؟ الحاج فوزي اللي كان في الأول خالص. لا ده سيبيه، ده لا سيبيه دلوقتي، يعني هو متابعنا اهو. ايوه طبعا تلاقيه مستنيني. لا اصل هو حكايه قصه. ايوه وفي الثلاث مدامات بالثلاث ابراج صح؟ ايوه معايا. هو معانا يعني متابعنا، بس تيجي نسمع يا حاج بس ابو شريف؟ ابو شريف حاج سيد صح كده؟ يعني نسمع مع بعض حاجه وهنرجع لك تاني بقى ايه نمزمز بقى في الابراج بتاعتك دي. طيب نسمع ايه بقى يا استاذ مصطفى؟ نسمع أما براوة. أما براوة عليك. يلا يلا. منور يا شيف حبيبي. I'm not afraid to die.
تحية مني ليك. روح اقعد على الكرسي اللي هناك ده. تمام. روح اقعد على الكرسي اللي هناك ده. خد لك بقى حتة بتيهية كده. ماشي. حبيبي. قول لنا بقى الحاج فوزي. قول لنا قصة الحاج فوزي ايه؟ قصة الحاج فوزي. أولا الحاج فوزي زي ما احنا قلنا هو ما بين العذراء ما بين الميزان. في شخصيات معينة كده تعرف تعمل توليفة حلوة ما بين ان هو يتجوز كذا واحدة. مش كل الأبراج على فكرة عندهم الكاريزما دي. في ناس معينة عندهم الكاريزما دي. هو برج ايه تاني معلش؟ ما بين العذراء ما بين الميزان. ما بين العذراء والميزان. ما بين الميزان. يعني شوف يعني اساسا الأبراج اللي ما بين الأبراج نفسها العشرينات بيبقوا أبراج ذكية جدا، جذابة جدا، مقنعة جدا، لسانها حلو في الكلام، عارف حاجات كتير حلوة اللي هي عشرينات الشهور. فهو عنده ميزات العذراء وعنده ميزات الميزان، فعنده كوكتيل حلو اللي هيجذب كل الابراج ليه. يعني عشرينات الابراج يا جماعه يطمنوا ان ال 12 برج هينجذبوا ليهم وهيكون حلوين معاهم ومتفاهمين معاهم. فهو عامل كوكتيل حلو. عنده المدام اول واحده برج السرطان. حلو. عامل كوكتيل حلو. عامل كوكتيل حلو كمان. عنده مدام برج السرطان. يعني على فاكرين فيلم دانتيلا كان محمود حميده معاه يسرى والهام شاهين كان الاثنين عكس بعض. هو عنده الثلاثه برضو مختلفين. انت معاك التواريخ صح؟ معايا التواريخ. حفظتها. اول تاريخ ايه؟ اول تاريخ 14/7 برج السرطان. حفظته. اول مدام عنده برج السرطان. السرطان وهو كان العذراء ماشي او هو العذراء ما بين الميزان. السرطان حلو جدا. انا مقتنع يا جماعه ان الراجل لو استريح في العلاقه اللي هو موجود معاها هيتجوز تاني. بيبقى عنده فضول يا ترى الشخصيه الثانيه ولا العلاقه الثانيه هتبقى احلى من كده ايه. لا تاني الجمله دي كده. لا الجمله دي. ايوه تاني الجمله دي كده. ايوه الجمله دي. ايه بقى اللي حصل؟ الراجل لو مستريح في العلاقه. أيوة. اساسا الزوجيه يتجوز تاني. اللي متعقد. نصيحه لكل سيده ما تريحيش جوزك عشان ما يستريحش ويدور تاني. ليه؟ الراجل لما بيبقى عنده ست نكديه او ست عامله له مشاكل هيقول كل الستات شبه بعض. يعني بالمنطق كده هيقول كل الستات شبه بعض. اجيب ليه نسخه ثانيه. فالموضوع بيبقى خلاص مريح نفسه. لكن واحد لا بس في اللي بيرتضي يعني في اللي هو يقول الحمد لله احمدك يا رب واشكر فضلك اللي انت هديتني واحده كده جميله مستحملاني بنت ناس وافضل عليها. لا لو عنده امكانيات ماديه حلوه هيتجوز تاني طول ما المدام عنده مريحه.
بيبقى حاطط في دماغه طب التانية هتريحني اكتر، غير ان احنا على طول البني ادمين او الجنس البشري على طول في حاله عند، حاله تمرد. حاله تمرد على الواقع اللي بيبقى، فشايف واحده مريحه عايز يشوف التانية اللي بتنكشه. طيب احنا كده قلنا كده البرج بتاعه برج السرطان المتوافق مع الحاج سيد، وقلنا البرج السرطان اول مدام ليه. صح كده. طيب ناخد بس الاول مداخله معانا الاستاذه ايمان من القاهره. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ده انت عندك عندك احتفال كبير ولا ايه؟ الو. الو. ايوه. حضرتك بس اقفلي صوت التلفزيون، ربنا يخلي لك البيبي اللي بيعيط. اقفلي بس صوت التلفزيون وكلمينا من التليفون. ماشي انا قاعده في التلفزيون. ايوه يا فندم. واحد واحد انا وجوزي 2-1 وابني 3-1 ولا ايه؟ 26-4 و2-12 يبقى 1-1 سيادتك، 2-1 جوزك. ايوه. بنتك كام؟ لا ابني 26-4 وابني الثاني برضو 2-12 2-12 ومعايا اخويا يحيى اسمه 2-2 ومعاكي اخو سيادتك 2-2. ايوه. هو البيبي، البيبي ده كام فيهم؟ الصغنن 26-4 26-4 و2-12 و2-12. على فكره اللي تعبك فيهم 2-12 يا مدام ايمان، صح؟ ايه 2-12 هو اللي تعبك فيهم، هو اللي شقي. 2-12 ايه اللي شقي؟ هو ده طفلك شقي 2-12. ايوه شقي. تعب تعبانه معاه. هو سنه كام سنه على الاخر؟ سنه كام سنه؟ سنه، عنده سنه. على فكره شقي جدا. ايوه صح. وما بيسمعش الكلام وعنيد وبيحب الحاجه لازم تتنفذ بالظبط، صح؟ طيب. أيوة. اولا خلي بالك ابنك ده هيكون في الدراسه ضعيف، فلازم تقوي الناحيه التحصيل الدراسي فيه قوي. ماشي. طيب تابعي بقى بقيه الابراج معانا يا استاذ. معانا الاستاذه خديجه من الغربيه. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه طيب. وحضرتك طيبه. طيبه. لو سمحت ممكن حضرتك يعني عايز اشوف 16-9 و17-9 و6-8 و20-4 6-8 20-4. انت مين فيهم؟ انا 20-4. ال 20-4 التسعات والثمانيات دول معاكي مين؟ جوزي 16-9 وابني 17-9 وابني 6-8. يعني انت تعبانه معاهم هم الثلاثه يا مدام خديجه. طيب تابعينا يا استاذه خديجه معانا. معانا الاستاذ محمود من انا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه طيبين وان شاء الله سنه سعيده. وانا يعني انا مواليد 22-1 والمدام 9-6 وبنتي 7-7 وانا ان شاء الله 2019 تكون سعيده على الكل. يا ريت يعني يا ريت واتمني لا اشوف فيها حرامي ولا غشاش ولا مسؤول بيترشد ولا مستشفى من غرشاش فيها المريض يموت ويترمي ولا غلبان عايش وخلاص وعمره يضيع بالنا ويتنسي ولا تاجر عندوش احسان. الله عليك الله عليك الله عليك. ولا وظيفه مننا تتحاش والمحسوبيه تغور وتتلغي ولا تعلم من غير كراس والتلاميذ من الدروس تنهري ويا رب حقق احلامني وبايدنا نبني بلدني واحفظ جيشنا واولادني ومنا غيرك نشتكي وبشكرك. الله عليك يا استاذ محمود. الله عليك. جميل جميل, جميل. طيب نبتدي بمين؟ نبتدي بالاستاذ محمود بالقصيده اللي قالها ومن هنا 22 نبتدي بالاستاذ محمود.
22 واحد برج الجدي عدل، وهو برج ما بين البرجين. اولا استاذ محمود انت شخصيه حبوبه، طيب الناس كتير بتحبك، جدع مخلص للناس اللي حواليك. السيدي كانت الفتره اللي فاتت معاك سمعك، بس ما شاء الله انت لسه عندك تفاؤل، عندك امل، عندك المدام برج الجوزاء، يعني انت العلاقه بتاعتكم في ساعات تبقوا كويسين وساعات تبقوا يعني ساعات تبقوا كويسين خالص وساعات العكس. بس انا بنصحك ان السنه اللي جايه ان شاء الله يعني حاول تاخد بالك من المدام جدا والعلاقه، عشان الجوزاء هيبقى عصبي كتير السنه الجايه، هيبقى نرفز، هيبقى شكاك في كل حاجه، هيبقى عنده قلق. فانت الشخصيه الوحيده اللي هيبقى عندك طاقه ايجابيه حلوه اللي ممكن تنقذ العلاقه الاسريه بينكم. اما 7/7 بنتك السرطان، هي بتحبك جدا على فكره بنتك، وفي يعني هي قريبه منك انت اكتر من مامتها. ده الاستاذ محمود. خديجه احنا قلناها، خديجه هي 20/4 برج الحمل، ومعها جوزها برج العذراء، وابنها برج العذراء، وابنها تاني برج الاسد. اولا الحمل ما بين ابراج عذراء واسد هو اللي تعبان في الموضوع، خاصه انك انت الفتره دي مش مستحمله اي حاجه يا مدام خديجه، وعندك حاله حساسيه من كل حاجه حواليكي وهم مضايقينك. معلش استحملي المشكله فيكي انت، عشان هم من زمان طبعهم كده، انت مش مستحملهم في الفتره دي. بعد كده ايمان برج الجدي، معها برج الجدي معها بنتها 26/4، وابنها 2/12 اللي انا قلت عليها، ابنها شقي جدا بس بنتها 26/4 يعني كويسه معاها، هي دي المتقربه منها اللي ممكن نقول يعني ايمان على صغير. انت هزيت راسك في 26/4 دي لا 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 انا هنا في شغل. اتفضل. خلاص خلصت ثلاث مكالمات. طب ما تيجي نفرح الحاج سيد، نقول له ونقول له البرج الثاني بتاع المدام الثانيه كده. الحاج سيد هو اسمه الحاج فوزي على فكره. الحاج فوزي. الحاج فوزي ابو شريف. انا قلت ابو شريف، هي معلقه معايا ابو شريف. ابو شريف. ابو شريف الزوجه الثانيه 20/9 لبرج العذراء، هي اللي ممكن تكون تعبانه كانت الفتره اللي فاتت. ماشي، بس هي برضو ايه حاسسه ان هي، هو عارف ان هي طيبه وهي مخلصه وجدع وواقفه في ظهره في حاجات كتير، فعشان كده يعتبر حاول يستحملها كتير الفتره اللي فاتت، عشان انت برضو كنت قلقان. يعني برج العذراء الفتره اللي فاتت كان عنده قلق وخوف، والعلاقه الاسريه عنده كانت متدهوره، والعلاقه العاطفيه، فكويس ان هو 9 ومراته 9، فممكن يكون شالوا بعض. دي الزوجه الثانيه. الثالثه، الزوجة الثالثة بقى البونبونية عنده برج الميزان. برج الميزان بقى عكس السرطان وعكس العذراء، يعني الدلع، اللذاذة، الحلاوة، الرشاقة. مبسوط؟ مبسوط دلوقتي؟ مبسوط انت دلوقتي؟ طبعا. بعد الميزان. وعلى فكره هو تقريبا الثالثه اللي هو قال، هو قال بالتدريج مش عارف من القاهره ومش عارف تقريبا من المحله ومن روسيا الثالثه. يا ده كمان لو روسيا وكمان الميزان، يبقى على فكره مش هيتجوز تاني. هو كمان شويه حاسسها مش هيتجوز تاني على فكره. لو الميزان يعني لو هو صح اتجوز الاخيره صح الميزان وروسيا، عشان ست الميزان دي اللي بيتقفل بقى عليها، ما ينفعش يتجوز بعدها. يعني مش بتريع، بتعرف تتعامل مع الراجل بذكاء. يبقى اذا كده هو متجوز من برج الميزان السرطان والسرطان والعذراء. والعذراء بس الثلاثه بيحبوا بعض. الثلاثه العذراء العذراء والسرطان ممكن يكونوا قريبين من بعض. اللي هي شهر 7 والشهر 9 العذراء والسرطان، دول ممكن يكونوا قريبين مع بعض، لكن العشرة دي اللي مع نفسها كلها. وهي لو 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 صادق فعلا ان هي الاخيره هي الروسيه اللي هي الميزان، فهم كده ولا كده المصريات طبعا لازم يتوافقوا مع بعض طبعا، هيعملوا رباطي عليه. طيب نسمع ايه بقى تاني بقى. انا معجب بيك جدا بجد والله، ما شاء الله عندك حس هايل يا مصطفى والله. تستغناش على الراجل ده؟ لا طبعا بجد. لا على فكره هو بيحبه جدا. برج السرطان بيحب برج الدلو، وبيعتبرك ابنه وواقف معاك في حاجات كتير. لا والسنس بتاعه في العود هايل. هات سمعونا ايه. ماشي اروح الاول. طب ما ايه رايكم اقوم، هقوم يا شباب. نجيب كده حاجات سناكس كده بسيطه لل ما تقول لنا كده شيف. هاتيلي بس انا عشان السكر. تعالى تعالى. خدت حاجه؟ خدت. بجد؟ لا خدت. حلو؟ جميل. طيب. جميل. يسلم ايدك. ايه بقى؟ احنا قاعدين كده يعني، احنا قاعدين في البيت هنعسف الناس. اساعدكم كده بتين كده. اساعدكم يا استاذ سامح. لا خليك يا فندم لحد عندك، احنا عندنا هنا الخدمه فندقيه، الحاجه بتوصل لحد عندكم. لا لا خالص، خليه خليه خليه. انت هتغني لنا ايه يا مصطفى دلوقتي؟ طول عمري احبك واشكيلك. طول عمري احبك واشكيلك. ميرسي قوي يا مصطفى.
يلا اتفضلي كده وانت يلا خلينا فري كده نتحرك فري كده هتعفين انا عشان السكر الله يخليك لا ده ما فيهوش حاجه سكر ده يضر السكر يا شيف يضر لا, لا, لا يضر العيش الفيني صح يضر السكر انا عارف امال هتعمل ايه في التورته لا 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 طب انت ايه انا تمام انا هغني بقى طبقك اهو تمام احطه لك هناك اهو تسلم ايدك لما تغني بقى يلا يلا ايه طب انا ما اخدش حق لا انا بقول له هو تسلم ايدك يا شيف شغال جميل جميل تسلم ايدك كلكم يعني انتوا كمان شاركوا 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 انا ممكن اقعد يجي ياخده قاعد نقعد وطول عمري احبك واشكيلك واشكيلي للعمه وللخاله حرمت اقابلك واحكيلك ده غرامك خلاني في حاله طول عمري احبك واشكيلك واشكيلي للعمه وللخاله حرمت اقابلك واحكيلك ده غرامك خلاني في حاله لا 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 اشمعنى انا قلبي بيسأل على قلبك ولا تسألش اشمعنى كمان انت بتتقل وانا احبك ولا تقلش اشمعنى انا قلبي بيسأل على قلبك ولا تسألش اشمعنى كمان انت بتتقل وانا احبك ولا تقلش زودت الغيرة خلتني في حيرة زودت الغيرة خلتني في حيرة ده مش اسمه كلام يا نسيني حرام ده مش اسمه كلام يا نسيني حرام ابعتلك في الصبح رسالة ابعتلك في العصر رسالة ابعتلك في الصبح رسالة ابعتلك في العصر رسالة لا 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 واستنى تجيني ولا تجيش ولا تجيش علشانك حبيت الدنيا وازاي من غيرك انا عايش انا عايش بتفوت الساعة ورا التانية واستنى تجيني ولا تجيش ولا تجيش علشانك حبيت الدنيا
وازاي من غيرك انا عايش انا عايش ليه دايما تنسى ليه بس تقسى ليه دايما تنسى ليه بس تقسى نسيتني وجودي وبتنسى عودي نسيتني وجودي وبتنسى عودي يا في غرامك يا ما قلت ولا ودموعي في العين سيالة في غرامك يا ما قلت ولا ودموعي في العين سيالة لا 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 ولا لا لا الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. طيب هنطلع فاصل سريع. مصطفى هيطلع بس يشرب حاجة سخنة كده عشان صوته وهيخش على طول معانا مجدي الدمنهوري مع العود وهنسمع بقى حاجة حلوة. فاصل سريع ونرجع تاني. الفرجة جنان مع سامح في البيت